لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا اسمي كابتن محمد سيف، اتقابلت في إعلان مصر للطيران رقم 67 سنة 2012، ونزل اسمي في كشوف الناجحين. تم قبولي بنجاح بعد امتياز كل الاختبارات 13/5/2012، وبعد اتخاذي مركز قانوني لا يجوز تعديله فوجئت في 18/8 نزلت نتيجة جديدة بأسماء تانية، وده غير قانوني، لأن النتيجة بعد ما تتعلق ما ينفعش رئيس الجمهورية حتى يشيلها إلا لأنه ينزل إعلان تاني، وغيروا النتيجة وغيروا اسمي، فاستدعونا في وزارة الطيران عشان يداروا العوار ده، وخلونا نمضي على التماس بيقول ان انا اتخذت مركز قانوني لا يجوز تعديله او تغييره، وان انا المفروض كده هحتفظ بمكاني. مضينا الالتماس واتقبل من معالي وزير الطيران عبد العزيز فار، ولكن اكتشفت في الاخر ان برضو اماكننا اتاخدت وانا بقيت بره الشوط المقبولين، وراحوا موزعيننا على شركات طيران تانيه غير مصر الطيران، مع ان احنا متقدمين لمصر الطيران، وفوجئت ان انا اسمي مش موجود فيهم، وده ظلم مبين لان انا رقمي نمرتي في الانترفيو اعلى من الناس دخلت، هو مش مكانهم ان هم يدخلوا اصلا. فلجأنا لوزير الطيران، رحنا عملنا معاه عده لقاءات، وهو كان متعاون جدا فعلا، وحاول ان هو يقابلنا ويسمع مطالبنا، ولكن هو قال لنا ان هو مش قادر يضغط على مصر الطيران وعارف ان احنا مظلومين، فقال لنا نلجأ للقضاء. وبالفعل توجهنا للسيد اللواء هادي الحبشي ورفعنا معاه قضيه، والمفروض ان احنا بنلجأ اعلاميا برضه، نستغيث برئيس الوزراء النهارده علشان نشوف حل المشكله دي.